لا يوجد متسع للحياة في هذه المدينة، المنافذ جميعها مغلقة. أما من يحاول كسر الحصار فهذه الصور المسربة من منفذ الدحيح قبل أيام قليلة تحكي بالضبط عن رد فعل ميليشيا الحوثي المخلوع تجاه من يحاول اختراق المنفذ بالقليل من الغذاء. مطاردة الإنسان أينما كان وإفراغ الرصاص فيه، تلك ما يفلح بها أفراد الميليشيا. أما حال العزل فتكون الهرب قبل فقد الحياة، فإن لم يستطع تهريب الغذاء للمنزل على الأقل يحرص ألا يعود إليه جثة هامدة. أما الطرف الآخر الساكن تعز والذي اختار المقاومة بالسلاح، فالمعارك التي يخوضها تتسع كل يوم. جراء المواجهات قتل 6 أفراد من المقاومة والجيش الوطني و8 من الميليشيا، وجرح 22 آخرون من الجانبين في معارك الساعات الماضية، فيما تزال المواجهات عنيفة ومستمرة في المصراخ. تطوق المقاومة حاليا مركز المديرية هناك بعد تطهيرها 10 مواقع، كما تمكنت قوات الجيش والمقاومة من إعطاب مدرعة تابعة للميليشيا في شارع الحصب غربي المدينة اللازمة لبناء اليمن الجديد. سياسيا، قال علي المعمري في أول تصريح له منذ توليه منصب محافظ تعز إن الاستعدادات جارية لعملية التحرير عن طريق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإشراف مباشر من دول التحالف العربي والرئيس هادي والقيادات العسكرية. وأوضح المعمري بأن أولوياته الأساسية تتمثل في فك الحصار المفروض على المدينة بين التطورات الميدانية والسياسية يعيش المواطن في تعز. تكثر مناشداته، لربما تتسرب صرخات استغاثته خارج أسوار المدينة فتلقى آذانا صاغية ويتغير واقعه المأساوي من حال إلى حال.